متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 806 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ارتفع ذلك على الإجمالي للمصاب بالمغرب إلى 459671 حالة، بينما تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، يصل عدد ضحايا كورونا بالمغرب إلى 7942 حالة. بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 988 حالة شفاء إضافية، يرتفع عدد الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 434925 حالة. كنذكركم متابعي الكرام باللي جهة دبلسطات سجلات الدار البيضاء 183 حالة و 9 الوفيات، المحمدية 40 حالة، الجديدة 24 حالة و 5 الوفيات، مديونة 12 حالة، سطات 6 الحالات، النواصر 5 الحالات، برشيد 3 الحالات، وبن سليمان حالة واحدة. كنذكركم متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نتوما معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 806 حالة إصابة جديدة مؤكدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، يرتفع بذلك عدد الإجمالي للمصابين بالمغرب إلى 459691 حالة، بينما تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، يصل عدد ضحايا كورونا بالمغرب إلى 7942 حالة. بينما ولله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 988 حالة شفاء إضافية، يرتفع بذلك عدد الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 434925 حالة. كنذكركم أن جهة دبلسطات اليوم سجلات الدار البيضاء 183 حالة و 9 الوفيات، المحمدية 40 حالة، الجديدة 24 حالة و 5 الوفيات، مديونة 12 حالة، سطات 6 الحالات، النواصر 5 الحالات، برشيد 3 الحالات، بن سليمان حالة واحدة. متابعينا الكرام، كنذكركم متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، تبقى معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. فأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 806 حالة جديدة مؤكدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، يرتفع بذلك عدد الإجمالي للمصابين بالمغرب إلى 459671 حالة، بينما اليوم تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، يصل عدد ضحايا كورونا بالمغرب إلى 7942 حالة وفاة. بينما ولله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 988 حالة شفاء إضافية، يرتفع عدد الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 434925 حالة. فجهة الدبلسطات سجلات الدار البيضاء 183 حالة و 9 الوفيات، المحمدية 40 حالة، جديدة 24 حالة و 5 الوفيات، مديونة 12 حالة، سطات 6 الحالات، النواصر 5 الحالات، برشيد 3 الحالات، وبن سليمان حالة واحدة. متابعينا الكرام، فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نتوما معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. فالحمد لله اليوم كاين واحد الانخفاض على مستوى عدد حالات كورونا، فكنتمنوا من الجميع انهم يلتزموا بقواعد النظافه والسلامه الصحيه، وكلنا نخرطوا في التدابير الاحترازيه
باش نحميونا نحميو ريوستو نحميو الناس اللي عزيزين علينا متابعينا الكرام. فكنذكركم باللي اليوم سجلات المغرب 806 حاله جديده مؤكده في السكون 24 ساعه الماضيه، كتشاف لك هذا اجمالي للحالات المؤكده في المغرب الى 459671 حاله، بينما تم تسجيل 31 حاله وفاه جديده. يسبب لك عدد الاجمالي للوفيات 7948 حاله، بينما ولله الحمد والشكر تم التاكد من شفاء 988 حاله شفاء اضافيه. كتشاف لك العدد الاجمالي للمتعافين 434925 حاله. فكنذكركم باللي جهه دار الاصطات اليوم سجلات الدار البيضاء 183 حاله وثلاث وفيات، المحمديه 40 حاله جديده 24 حاله وخمسه وفيات، مديونه 12 حاله، سطات 6 حالات، نواصر 5 حالات، برشيد 3 حالات، بن سليمان حاله واحده. اذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان.